السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان الطيبين، مرحبا بكم في قناه الطوط الحمو. معكم اخوكم مصطفى. كنشكركم كاملين على الزياره، واولهم سيدي احمد اللي زارنا بهذا. شكرا جزيلا للتعامل مزيان. كل خير عمر هذا، الله يرضى عليك. تبارك الله عليه، التربيس ديالو تنقول لك ممتاز. تنقول لك تبارك الله عليك، سيروا كل خير. الله يحفظك. مرحبا بالاخوان، جابين هذا سانطافي سي احمد تاع سانطافي نحييكم باسم السي احمد اللي زارنا نيابه عليكم. شكرا جزيلا. شكرا للاستاذ الحاج الوالد ديالو حتى هو، نسلموا عليه. الحاج كنشكروك على الزياره. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عطيتينا هذه الطوموبيل المباركه. الله يلا سيدي، الطوموبيل مليحه، الله يجعلك بركه ومسعوده علينا وعليك وعلى المسلمين. امين. الله يحفظك الحاج. بركه مسعوده. الله يحفظك. بارك الله فيك. الطوموبيلات اللي راه مزيانه ومليحه، والله انت راك راجل معقول، والله يجعل يعمر دار. الله يحفظك. لا حاشمنا، الله يحفظك، جزاك الله خير، هذا الشرف لينا. شكرا لكم الاخوان كاملين، ومرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله. الجديد اللي كاين هو هذا اليوم. امسلام فين هو؟ قول لي هو يجي يوصلكم ان شاء الله. عيط ولدي العبد السلام يجي يوصلهم. هيا الاخوان، سانطافي ما شاء الله تبارك الرحمن، فيها الطواس، صالون طابة، بانوراميك، طوموبيل ما شاء الله تبارك الرحمن. في هذا البارشوك القدامي مصبوغ، موديل ديالها 12 2014. بنوات راه جداد ياك الحاج، بدلتي لها البنوات، كلشي قلتي لي البنوات جداد، بدلنا لهم ليها سيدي، كلشي دار جداد. الله يعطيك الصحة. داكشي الحمد لله، ما خصك حتى شي حاجة الحمد لله. الله يحفظك. مليحة. الله يعطيك الخير، الله يعطيك، وكنشكروك على الزيارة، بارك الله فيك، كنشكروك الحاج على الزيارة. سير، رجع، زيد.